صباح الخير يا مصر. عمل حوار مع البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، تعتبر أكبر جامعة حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش زيارته الاستثنائية لأول مرة لمصر ضمن مساعي جامعة الجلالة للتعاون مع الجامعات الدولية المتميزة. صباح الخير، برحب بيكم. جامعة ولاية أريزونا الأمريكية تعتبر من أكبر الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومصنفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، ده غير أنها حصلت على لقب الجامعة الأولى في مجال الابتكار لمدة 7 سنوات متتالية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. والنهاردة من داخل جامعة الجلالة الأهلية يسعدنا أن يكون لنا اللقاء الخاص ده مع البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة ولاية أريزونا. بروفيسور مايكل احنا سعداء ان يكون لنا اللقاء ده معاك على شاشة برنامج صباح الخير يا مصر. وفي البداية لو كلمتنا عن تفاصيل وجدول زيارتك لمصر. نحن نهتم بجامعة الجلالة وهي الجامعة الشريكة لنا. أقضي بعض الوقت في مصر في مجال التعليم العالي ومستقبل التنمية الاقتصادية، وكذلك أبحث في بعض المشاريع التي لدينا هنا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. دي الزيارة الأولى ليك لجامعة الجلالة الأهلية. لو تكلمنا عن شكل التعاون اللي بيتم بين جامعة ولاية أريزونا الأمريكية وجامعة الجلالة. جامعة الجلالة هي فكرة جامعية جديدة تصدر نوعا جديدا من الجامعات في الولايات المتحدة، ونحن نتشارك حول كيفية تسريع الابتكار وكيفية تعليم المزيد من الطلاب من شريحة عريضة من العائلات، وكيفية تسريع الأنشطة البحثية بحيث تكون الشراكة هي شراكة شاملة بين جامعة ولاية أريزونا والجلالة، حيث نستغل كل ما لدينا ونعمل معا ونتعلم معا ونحقق الأهداف. بروفيسور مايكل، من خلال زيارتك لمصر، كيف ينظر المجتمع الأكاديمي الأمريكي لتطور مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؟ مصر دولة تحظى بتقدير كبير في الولايات المتحدة، حيث ينظر إليها على أنها حليف للولايات المتحدة، وينظر إليها على أنها دولة ذات إمكانات لا تصدق، وفيها التزام عميق بالعلوم والطب والفنون والثقافة والتاريخ وكل هذه الأشياء. أعتقد أننا متحمسون لهذه الشراكات الموسعة الجديدة والإيجابية. نحتاج إلى معرفة كيف يمكننا العمل معا وكيف يمكننا الحصول على مزيد من الحركة ذهابا وإيابا بين الجامعات. وشخصيا بروفيسور مايكل، هل توقعت أنك تشوف كل هذا التطور داخل منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر؟ مصر تتطور بسرعة، القاهرة الجديدة والجامعات الجديدة التي يتم بناؤها ومراكز البحث الجديدة والاقتصاد الجديد الذي يجرى بناؤه هو أمر مثير للغاية، لذلك كان من المدهش سرعة التغيير وحجم التغيير ومستوى البناء لا يصدق. مصر بتتبنى استراتيجية لدعم التحول الرقمي في الجامعات، فمن وجهة نظرك إيه هو مفهوم الجامعة الذكية؟ الجامعة الذكية هي الجامعة التي يوجد فيها ابتكار مستمر يعزز الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويعزز الطريقة التي يمكن أن تنجح بها الشركات. الجامعة الذكية هي الجامعة التي تستخدم التقنيات لبناء نتائج أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة لتعزيز نتائج التعلم وتسريعها، وهذه هي النتائج التي نحتاج إليها حقاً. الموائمة بين التعليم العالي وسوق العمل جزء هام، فإزاي ممكن نحقق ده؟ هناك شيء واحد يجب أن يستمر فيما يتعلق بسوق العمل، وهو أن هناك عدد كافي من الأشخاص للقيام بكل العمل الذي يجب القيام به، ونحن بحاجة إلى إيجاد طرق يمكن من خلالها وضع أنظمة التصنيع والبرمجة وحل المشكلات والتسويق وسلسلة التوريد بطريقة لا تحدث أي فرق بالنسبة للمكان الذي تعيش فيه، إذا كنت في الإسكندرية أو في القاهرة أو في الأردن أو في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، فالجميع متصلون وقادرون على العمل معا، وحيث يمكنك العمل أكثر على المستوى الفردي. وما نسعى إليه الآن هو بناء شبكة اقتصادية يمكن للمتعلمين من خلالها تعزيز نتائجهم الاقتصادية، وهذا ما سيكون ممكنا الآن. الموائمة بين التعليم العالي وسوق العمل جزء هام، فإزاي ممكن نحقق ده؟ البحث العلمي والمعرفة العلمية تتسارع بسرعة، فمصر على سبيل المثال يمكن أن تكون واحدة من الأماكن الرئيسية لالتقاط الكربون من الغلاف الجوي، ويمكن أن تكون واحدة من الأماكن الرئيسية لإنتاج الهيدروجين باستخدام ضوء الشمس كوقود لإنتاج الهيدروجين من الماء. يمكن لمصر بناء اقتصاد جديد بالكامل حول الفوتونات باستخدام الفوتونات وأنظمة أخرى لإنتاج مواد كيميائية جديدة وكل أنواع الأشياء المتقدمة. هذه الأشياء لم تكن ممكنة قبل 10 سنوات، ولكنها أصبحت الآن ممكنة.
بروفيسور مايكل، إيه اللي بيحتاجه التعليم الجامعي في هذه الفترة من التطور التكنولوجي والتقني اللي بيحصل في مختلف أنحاء العالم، وكمان مع انتشار فكرة الذكاء الاصطناعي؟ إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح فهو أداة تسمح للشخص بتسريع وتوسيع نطاق تعلمه، وبالتالي إذا تم استخدامه بشكل صحيح فإن ما يفعله هو معادل كبير، بحيث يمكن للبلدان في جميع أنحاء العالم والاقتصادات الناشئة مثل مصر الآن استخدام الذكاء الاصطناعي للتحرك في مناطق جديدة وتوسيع حدود الاقتصاد وبدء مجالات اقتصادية جديدة مثل إنشاء شركات تطوير البرمجيات وشركات التكنولوجيا الحيوية. كل شيء يمكن القيام به الآن باستخدام هذه الأنظمة، وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي يعتبر معادل ضخم. في النهاية بشكرك بروفيسور مايكل على وقتك وعلى وجودك معنا. مشاهدينا، ده كان لقائنا مع البروفيسور مايكل كرو، وهو رئيس جامعة ولاية أريزونا، في خلال زيارته الاستثنائية لجامعة الجلالة الأهلية في إطار التعاون المشترك بين الجامعتين. بشكركم على المتابعة.